شو بتقول الأفلاك لمواليد القوس بالأسبوع الأول من شهر تموز جولاي يوليو 2023؟ يا عزيزي الأنظار اللي حتتركز عليك بأول هالشهر بشكل غير مسبوق، خاصة أول يومين. يمكن بهاليومين أنت عم بتأدي مهمة، أو يمكن عم بتسطر نجاح بعمل كبير، أو يمكن عم تعلن عن جديد أو بتباشر بمشروع يبصر النور مع إعجاب المحيط. ما بعرف شو عندك، بس هاليومين مهمين بمصيرك. بحالفك الحظ، ويمكن تتلقى كمان عرض مناسب بفاجئك ولازم تدرسه بهدوء. هالعرض بيؤدي لتطور مهم بحياتك المالية والمهنية، وهالشي بين التنين 3 والخميس 6. بيستجد بهالثلاث أيام شي ما توقعته ربما على كل الأصعدة، ولازم تنتظر هالشي. بيطرق تغيير على حياتك وتوجهاتك، والوقت متاح لإلك حاليا تتخلى عن شيء ما عاد يفيدك أو عن شيء صار عبء عليك ربما. بس بدي أقول لك حاذر من أي إجراء بين الجمعة 7 والسبت 8. بهاليومين بتعاكسك الأفلاك، وبخبرك عن الأسبوع الجاي قريباً.